تمر واليوم 67 عاماً على تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي كان سنداً للمجاهدين إبان حرب التحرير المجيدة ضد الاحتلال الفرنسي على الصعيد الاقتصادي، ثم مساهماً في معركة البناء والتشييد بعد الاستقلال. ما قدمه الاتحاد من تضحيات جسام كان يصب في مصلحة الجزائر ووحدتها، بدءاً من اغتيال عسات دير مؤسس الاتحاد من طرف الاستعمار الفرنسي، الذي شكل منعرجاً حاسماً في تدويل القضية الجزائرية، حيث كان سبباً في تدخل النقابات العالمية لإلقاء الضوء على ما يجري في الجزائر من انتهاكات لحقوق الإنسان. من جهته كان الشهيد عبد الحق بن حمودة حريصاً على وحدة الجزائر وحماية مصالح العمال، حيث قدم لنا مثالاً يقتدى به في النضال النقابي. فنحن نحيا في هذا الوطن، وهذا الوطن يحيا فينا، ولا بيت ولا سقف ولا ظل ولا تاريخ، لا هوية ولا ديمقراطية، لا حرية ولا سيادة إلا بين أحضان هذا الوطن. الاتحاد اليوم يحمل طموحات وآمال العمال الجزائريين الذين آمنوا ببناء الجزائر الجديدة والمساهمة في تجديد وتطوير الاقتصاد الوطني. انطلاقاً من هذه الرؤية المتجددة، يسعى الاتحاد إلى دحر الممارسات السابقة من خلال تعزيز دور المرأة النقابي وتمكينها من الوصول لمواقع صنع القرار داخل النقابات. كنا معاهم كتف لكتف، كما قلت كنا متكاتفين حتى وصلنا للمرحلة. الله يكرمكم. كنا متكاتفين وصبرنا، وكن شفتونا شهرين فاتوا كانت حالتنا مش خلاص هكا. دعم وتشجيع الكفاءات الشابة كقوة اقتراح يعول عليها في خضم التحديات التكنولوجية الراهنة. لا فورماسيون بروفيسيونيل راهي تنحات حبست، ما كانش دومونديو لونغلي، دومونديو التكنيك الانفورماتيك، التكنيك تاعنا هنا سواء في الانستالاسيون ولا كلش ريسيكلاج. والأهم من كل هذا مرافقة العامل الجزائري للانخراط في الأدوار الجديدة المنتظرة في ضوء تحديات الثورة الصناعية الخامسة ومواكبة عصر ما بعد الذكاء الاصطناعي. الإنسان لازم يعتمد بفضل الاصطناعي، لازم نسمع اليوم كان قال أن الدور كبير نلعبوه من أجل أنه نتماشى في التكنولوجيا الحالية ونحافظ على أبنائنا، يعني أبنائنا اليوم قادمين جايين للمنشآت اللي عملوا معنا، لازم نحافظ مع بعضنا.